بص يا صلعت، في 10 قواعد مهمة للسواقة في مصر عشان تعيش وتمشي في سلام وترجع لبيتك معزز مكرم. كلب البحر كله أذان صاغية يا عمو، اتفضل. مبدئيا لازم تبعد عن الزحمة. سؤال رفيع كده يا عمو بعد إذنك، الزحمة دي المقصود بيها أماكن معينة ولا مقصود بيها وقت معين في اليوم؟ الاثنين. يعني حاول ما تتحركش بالعربية في الفترة من 8 الصبح لحد 11-12 بالليل كده، عشان دي مواعيد الزحمة اللي عندنا. وانا هركب مين في التاكسي بعد 12 بالليل؟ انت ما تعرفش ان الناس عندنا بعد 12 بيتحولوا القطط؟ مين قال الكلام ده؟ اللي قال كده مدام ريام سعيد في برنامجها. بص، لو عايز تشتغل في مواعيد الزحمة دي في مناطق لازم تبعد عنها. زي ايه يعني؟ ميدان الجيزة وميدان التحرير وميدان رمسيس والعباسية وميدان روكسي طبعا وفيصل. خير يا فوزي؟ خير، طمني. حاجة غريبة جدا، زي ما يكون حد خلق حتة من الموتور. بس ما تقلقش، أنا زبطت كل حاجة، اركب كده ودور. مية مية. اوعى اوعى تقلق، وفوزي جنبك. يا فوزي يا فوزي. جسر السويس، ميدان لبنان، كورنيش المعادي، العتبة، ميدان الرماية، شارع مصدق. غير كده بقى مية مية وزي الفل. طب ما اطلع اشتغل بالتاكسي في اليوب احسن. للأسف مش هينفع تخرج برا القاهرة، وبعدين دي حاجات بسيطة، المهم علاقتك بالناس حواليك وانت سايق. صح يا حبيبي، أهم حاجة الأدب. بالعكس، أهم حاجة قلة الأدب. مش كل مرة العربية اللي قدامك تديك إشارة يمين تبقى هتدخل يمين، ومش كل مرة عربية هتديك إشارة شمال تبقى هتدخل شمال. يعني إيه الكلام ده عمو؟ أمال بيدوا إشارات ليه؟ الإشارة اليمين ساعات ساعات معناها اطلع من دماغي وعد انت، والإشارة الشمال ساعات بيبقى معناها انسى انك هتعدي مني النهاردة. عمر طاهر طلع عنده حق كبير، الناس بقت وحشة قوي يا جدو. الصورة مش دايما سودة، انت عندك حقوق سواقة في مصر مش في اي مكان في العالم. عندك مثلا لو انت على كوبري اكتوبر سايق وفاتتك نزلة غمرة، تقدر ترجع بظهرك فوق كوبري اكتوبر لحد ما توصل للنزلة عادي. يعني الا صحيح يا هنيدي، هما سموا ليه كوبري اكتوبر كوبري اكتوبر؟ انتهبل يا ابني، عشان ذكرى الانتصار العظيم في 6 اكتوبر. قول يا صلعت، احنا عبرنا في كام ساعة؟ في 6 ساعات. اهي دي اقل فترة المواطن بيقضيها فوق كوبري اكتوبر وهو رايح مشواره. انت فين روح؟ مارينا دبي لو سمحت. اوكي، انت اركب اركب رفيق. هالحين ضاع منكم لقب بطل العرب. العرب. يا مدحت، هاي لصلعت، عدي منه عدي منه. هوب، شوف ابن اللذين قافل عليا. يا ابني دوس اكس او وبعدين او، وانت هتتزفلط وتنط من فوقه. ودي هعملها ازاي على المحور عبدين؟ هجيب منين عربية فيها اكس او عشان انط من فوق عربيات الناس؟ انا ممكن اعمل لك اكس او في التاكسي بتاعك ده، ما تقلقش خالص، هتتزفلط هتتزفلط. بس انا هجيب التاكسي لسه، فمش هينفع العب فيه، صاحب المعرض يحبسني. ايه حوار الجديان اللي انا سامعه ده؟ العب وانت ساكت، احنا بندربك على سنس السواقه. اكس او ايه اللي هتركبوها في التاكسي؟ الو، مين؟ دبي؟